هيثم، وبكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبكل طبعا متابعي ومشاهدي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. يعني شاهد على الحدث دايما موجود، سواء في تعاقدات سواء في بطولات. كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي طبعا من النادي الاهلي، ببارك لك الف مليون مبروك، سيزون ناجح لملكات السله. ويمكن خلاص بقى كابتن خالد احنا اتعودنا، يعني بطولات بطوله ورا بطوله ورا بطوله، الف مليون مبروك. الله يبارك فيكي، مبروك علينا كلنا الحمد لله، بنحمد ربنا ونشكر فضله على كل بطوله ربنا بيديها لنا ودي نعمه النادي الاهلي علينا. واكيد ده مجهود كل الناس، مجهود مجلس اداره ومجهود اللاعبين والاجهزه والنشاط الرياضي، حتى مجهود الجمهور معانا وتعبه والسبورت اللي بيديه ليهم على السوشيال ميديا. طبعا انت عارفه الجماهير ما بتجيش الماتشات كتيره، لكن في الاخر كل هي دي منظومه النادي الاهلي ونجاح النادي الاهلي، ان ربنا بيكلل مجهودنا كلنا بالنجاح ده اللي احنا بنشوفه كل شويه. فربنا يكرمنا باذن الله ونحاول نجيب تاني وتالت عشان نبسط كل الناس على كل الجماهير. المباراه كانت صعبه يا كابتن خالد، شفناك طبعا في المدرجات، الحقيقه بيبقى ضغط كبير جدا، خاصه ان احنا عارفين النادي الاهلي المركز الثاني بالنسبه له هي خساره. النهارده الحقيقه كان مباراه صعبه، كان ضغط كبير قوي. رايك ايه في مباراه النهارده وعلى روح الفانيله الحمراء اللي قدرت ان هي يعني تحسم المباراه لصالحها والبطوله كمان لصالحها؟ هي النقطه اللي انت بتوصلي لمرحله في النهارده في الماتش بالذات، فري سبورتنج اكيد كان عايز يبد الجماد شويه معانا، لكن بناتنا قدروا. بناتنا النهارده في اعلى تركيزهم الحمد لله، ماتش مش احسن حاجه، مش زي الجيم الاولاني والتاني، لكن هم برضو قدروا يكسبوا الجيم، عايزين يكسبوا الجيم وفضلوا مصممين لغايه ما كسبوا الجيم. وهي دي روح النادي الاهلي، وهي دي بناتنا، وهي دي اللي بقول لهم الف مليون مبروك عليهم والحمد لله. ولادنا كلهم بيلعبوا بروح النادي الاهلي، ودي فنيه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، هو ده اللي بيخلي اللعيبه تلعب بحماس وروح. الحمد لله يا رب. كابتن خالد، يمكن الحقيقه دايما لما بنحسم سيزن وبيكون سيزن ناجح الناس بتفتكر ان خلاص كده احنا مرتاحين، ولكن ده بيزود المسؤوليه وبيبقى صعوبه اكبر بكتير ان انت تبدا سيزن جديد بنفس النجاح ده وتحافظ على النجاح ده. هي المشكله كلها ان احنا من السيزن اللي فات واحنا خلاص لعبتنا عودوا جماهيرنا ان دايما هم كلهم بطولات، واكيد السيزن اللي جاي اصعب كتير جدا عشان نقدر نحافظ مع لعبتنا دي كلها، وان شاء الله انا واثق فيهم جدا، ولسه في كتير للنادي الاهلي، وان شاء الله هيبقى سيزون زي ده واحسن، وهي دي اللي احنا مستنيينها من جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي. الحمد لله يا رب. مبروك كابتن خالد، نورتنا وشرفتنا. ميرسي، اشكرك. شكرا. طبعا زي ما انت شايف يعني من خلفي يا كابتن هيثم، اجواء الاحتفالات بتسيطر على مجمع صالات دكتور حسن مصطفى بمدينه سادس من اكتوبر، احتفالا بملكات السله والانجاز اللي حقوا للمره 26 في تاريخهم والثانيه على التوالي. لسه مستمرين معاك في لقاءاتنا وفرحتنا الكبيره جدا اللي موجوده هنا في مجمع صالات حسن مصطفى.